بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي. هنبدأ النهاردة إن شاء الله المراجعة النهائية للصف الثالث الابتدائي للغة العربية. أول فرع يا سنة ثالثة من فروع اللغة العربية اللي هنراجعه مع بعض النهاردة التعبير. واحنا من خلال دراستنا للتعبير السنه دي يا اولاد اتعرضنا لدروس كتير، منها اللافته، منها القصه المصوره، منها الفقره الاقناعيه، منها رساله الاقتراح، غير ترتيب الجمل لترتيب الكلمات لتكوين جمل. طبعا اول حاجه هنراجعها مع بعض يا اولاد اللافته. طيب تعالوا نتراجع مع بعض اللافته من خلال التدريب التالي. التدريب بيقول لي اكمل اللافته بلا الناهيه او فعل الامر. طبعا عارفين يا اولاد ان اللافته بتاعتنا بتكون مصحوبه بايه؟ بتكون مصحوبه بصوره، بيكون معاها صوره بتعبر لي عن موضوع اللافته. زي ما احنا شايفين يا اولاد صديقنا بيعمل ايه؟ صديقنا بيقطف ازهار الحديقه. طيب انا عايزه استخدم اللافته لايه؟ لاعدل سلوك صديقي. طب يا اولاد ها هستخدم ايه او هستعين بايه؟ هستعين باسلوب لا للناهيه. برافو عليك. لا تقطف أزهار الحديقة. أو ممكن أستخدم فعل الأمر فهقول له إيه؟ حافظ على أزهار الحديقة أو حافظ على نظافة الحديقة. أحسنتي، برافو عليكي. طيب زي ما احنا شايفين يا أولاد اللافتة بتكون إيه؟ بيكون بيصحبها إطار وإيه بيحدد لي اللافتة وبتكون جملة بسيطة. تعالوا نكمل مع بعض. التمرين بيقول لي اقرأ ولاحظ اللافتات المصورة ثم أكمل. اللافتة بتاعتي بتقول لي حافظ على نظافتك الشخصية. ها تقدري تقولي لي هدف اللافتة؟ هدف اللافتة هي الحفاظ على النظافة الشخصية. أحسنتي، يبقى اللافتة بتاعتنا حافظ على نظافتك الشخصية زي ما احنا شايفين في الصورة يا أولاد صديقنا إيه؟ ينظف جسمه. طيب الهدف من اللافتة إيه؟ الحفاظ على النظافة الشخصية. طيب يلا نكمل مع بعض. عندنا دلوقتي نموذج كتابة مطوية. طبعا احنا عارفين ان المطوية بمجزأة لإيه؟ لثلاث أجزاء. هنا بيقول لي اقرأ ولاحظ المطوية. القراءة غذاء الروح. المطوية بتاعتي بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على القراءة. طبعا احنا عارفين ان القراءة دي غذاء الايه؟ غذاء الروح. زي ما الطعام غذاء للبطن، عندي القراءة غذاء الروح. القراءة حياة. القراءة تجعل الإنسان أكثر علما ومعرفة ونفعا. طيب لماذا يجب علينا جميعا القراءة؟ طبعا احنا يجب علينا ان احنا نقرأ كتير لنزداد علما ونصبح أكثر نفعا لأنفسنا وللوطن. طيب لاحظ كده المطوية معايا يا أولاد زي ما احنا عرضناها مع بعض وقرأناها كلنا مع بعض. أقدر استنتج يا حبايبي ان المطوية بتاعتي بتكون متقسمة لثلاثة أجزاء. أول جزء زي ما انت شايف بكتب فيه ايه؟ عنوان لموضوع المطوية اللي اتكلمنا عنها يا أولاد، عن القراءة. وكمان بيكون معايا صورة معبرة عن موضوع المطوية. يبقى الجزء الأول من المطوية بيكون عبارة عن صورة ومعاها ايه؟ عنوان للمطوية. طيب الجزء الذي يوجد في الوسط بيكون عنوان آخر للمطوية وبنكتب فيه جملة أو عبارة بسيطة مختصرة عن أهمية موضوع المطوية. يعني أنا هكتب جملة أو عبارة بسيطة عن أهمية القراءة. الجزء الثالث من المطوية بيكون فيه سؤال عن موضوع المطوية وبجاوب عليه. زي ما انت شايف كده قدامك السؤال بتاعي بيقول لي لماذا يجب علينا جميعا القراءة؟ ده السؤال بيسألني عن أهمية القراءة وجاوبت عليه وقلنا يا ولاد لنزداد علما ونصبح أكثر نفعا لأنفسنا وللوطن. تعالوا نجاوب يا ولاد مع بعض عن الأسئلة الموجودة مع المطوية بتاعتنا. هي تقدر تفكر كده وتقول لي ما عنوان المطوية؟ القراءة غذاء الروح. أحسنتي، برافو عليكي. طيب السؤال الثاني، هل تحتوي المطوية على أسئلة؟ نعم. أحسنتي، برافو عليكي. احنا لاحظنا السؤال موجود في الجزء الأخير من المطوية. طيب هل تحتوي المطوية على صور ورسوم؟ نعم. نعم، زي ما شفنا مع بعض في المطوية بتاعتنا كان في صورة كتاب مفتوح. طيب ما الهدف من المطوية؟ القراءة والحث على القراءة. أحسنتي، برافو عليكي. هدف المطوية بتاعتنا الحث على القراءة. معانا دلوقتي نموذج كتابة قصة مصورة.
طبعا قصة مصورة، يعني أكيد هيبقى فيها إيه؟ فيها صور. بيقول لي اقرأ القصة ثم أكمل. شارك في مباراة كرة القدم أنا وصديقي، وكان صديقي في الفريق الآخر. طبعا أنت شايف قدامك أنا وصديقي بنلعب مع بعض بكرة إيه؟ القدم. طيب، ذهبت إلى ملعب المدرسة في الصباح وبدأ اللعب، فأحرز صديقي هدفا في مرمى فريقي فغضبت لذلك. بعد كده بيقول لي الدرس، حاولت أن أحرز هدفا في مرمى صديقي ولكنني لم أستطع، ففاز فريق صديقي فشعرت بالإحباط الشديد والحزن. طبعا ده غلط جدا يا أولاد. ولكنني درسي بيكمل ويقول لي ولكنني تذكرت أخلاق الرياضة، فذهبت وهنأت صديقي على فوزه في المباراة. تعالوا يا أولاد نكمل مع بعض. أنا دلوقتي هعمل إيه؟ من خلال القصة اللي قرأناها مع بعض عايز أستخرج وأستنتج عناصر القصة بتاعتنا. عناصر القصة بتاعتنا يا أولاد بتقول لي إيه؟ أول حاجة في الوسط زي ما أنت شايف عنوان القصة. طيب قول لي يلا يا سنة تالتة، ها عنوان القصة بتاعتنا إيه؟ أنا وصديقي. أحسنتي، برافو عليكي، عنوان القصة أنا وصديقي. طيب المكان؟ المكان كان في ملعب المدرسة. ملعب المدرسة. طيب الزمان؟ الزمان كان في الصباح. في الصباح، برافو عليكي. طيب البداية؟ البداية بتاعتنا يا ميس إن أنا شاركت في مباراة الكرة القدم أنا وصديقي. أحسنتي. طيب إيه المشكلة اللي قابلتنا؟ المشكلة هو إن فوز فريق صديقي وشعوري بالإحباط. أحسنتي. طيب إيه النهاية اللي كانت موجودة في قصتنا؟ تذكرت أخلاق الرياضة وهنأت صديقي. يبقى يا سنة تالتة مع بعض كده يلا نأكد مع بعض، الشخصيات اللي قابلتنا كان بطل القصة أنا وصديقي، والمكان كان في ملعب المدرسة، والزمان في الصباح، برافو عليكي. طب والبداية؟ شاركت في مباراة لكرة القدم أنا وصديقي، والمشكلة فوز فريق صديقي وشعوري بالإحباط، أما النهاية تذكرت أخلاق الرياضة وهنأت صديقي. أحسنت، برافو عليكي. ودلوقتي يا أولاد معانا نموذج كتابة فقرة. اقرأ ثم أجب. الفقرة اللي عندنا يا أولاد بتتكلم عن الحديد. الحديد ده هو معدن من المعادن اللي موجودة فين؟ موجودة في باطن الأرض. الحديد هو أقدم المعادن الموجودة في الأرض ومن أكثرها وفرة، وهو موجود في التربة. التربة اللي هي الإيه يا أولاد؟ اللي هي الأرض أو القشرة الأرضية. ويدخل الحديد في العديد من الأمور زي إيه؟ مثل الخرسانة المسلحة وصناعة أدوات الجراحة وأدوات الطبخ والمائدة وغيرها. ويعتبر الحديد من أهم الثروات المعدنية الموجودة في مصر. أحسنت، برافو عليك. هنتكلم دلوقتي بقى عن أماكن وجود الحديد. فين الحديد موجود؟ موجود في التربة والقشرة الأرضية. طيب هتكلم على الصناعات اللي بيدخل فيها الحديد. إيه هي الصناعات اللي بيدخل فيها الحديد؟ أدوات الجراحة، أدوات الطبخ والمائدة. طيب بالنسبة إلى أهمية الحديد لمصر، هو من أهم الثروات المعدنية في مصر. طيب أنا عايز أعرف دلوقتي إيه هي الجملة الافتتاحية اللي بدأنا بيها فقرتنا؟ الحديد هو أقدم المعادن الموجودة في الأرض. كان عندي جملة ختامية برضو موجودة في الفقرة، يعتبر الحديد من أهم الثروات المعدنية الموجودة في مصر. دلوقتي يا أولاد جمعتنا مع نموذج كتابة خبر في جريدة. طبعا كلنا بنقرأ الجرائد وعارفين ان احنا بنعرف من الجرائد دي ايه الاخبار بتاعة الدنيا بتاعتنا. الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول لي السر في اختفاء الدولفين البيجي. تعالوا نقرأ مع بعض الخبر. اعلن علماء البيئة عن موت اخر دولفين على كوكب الارض من نوع البيجي، وهو ما يعني انقراض هذا النوع من الدلافين. قد كان يعيش في نهر يانغتسي بقارة آسيا ويتغذى على الأسماك الصغيرة. ذكر العلماء أن دولفين البيجي واجه مشكلة في زيادة أعداد سفن صيد الأسماك الصغيرة بالنهر،
والتي كان يتغذى عليها، كما أن زيوت هذه السفن تسببت في تلوث النهر. وعندما لاحظ العلماء انحصار عدد الدلافين، قرروا إنشاء محمية طبيعية، ولكنهم سجلوا موت آخر دولفين عام 2002 ميلادية. ده الخبر يا أولاد اللي احنا قرأناه. من خلال الخبر دوت يا أولاد مطلوب مننا نستخرج عناصر الخبر في الجريدة. أول حاجة عندي العنوان، تقدري تقوليلي كده إيه العنوان اللي كان موجود في الخبر بتاعنا؟ العنوان هو السر في اختفاء الدولفين البيضي. أحسنتي. طيب اسم الكاتب اللي اللي كتب لنا الخبر ده؟ دكتور محمد علي. أحسنتي. ماذا حدث؟ إيه المشكلة اللي كانت قابلتنا في هذا الخبر؟ انقراض الدولفين البيضي. طيب متى حدث؟ عام 2002 ميلادية. طيب أين حدث؟ حدث في نهر يانغستي بقارة آسيا. أحسنت، في نهر يانغستي بقارة آسيا. طيب لماذا حدث؟ بسبب التلوث. بسبب التلوث، أحسنت، برافو عليكي. دلوقتي بقى جمعنا مع نموذج كتابة رسالة اختار. طبعا الرسالة دي اللي هي الخطاب اللي احنا بنبعته لشخص ما، أنا عايز منه أي اقتراح. الرسالة بتاعتي بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بالتاريخ. تاريخي اللي موجود عندي بيبدأ بواحد من ديسمبر عام 2020 ميلادية. طب أنا الرسالة اللي أنا هبعتها دي هبعتها لمين؟ هبعتها إلى السيد مدير منظمة الصحة العالمية. أول ما هبدأ الرسالة بتاعتي لازم أبدأ بمقدمة. طب المقدمة بتاعتي هي إيه؟ إن أنا أقول له تحية طيبة وبعد. هنتكلم بقى دلوقتي عن الرسالة واللي أنا هبعتها للسيد مدير منظمة الصحة العالمية. هقول له إيه؟ هقول له تحية طيبة وبعد، وبعدين هقول له يسعدني أن أكتب لكم هذه الرسالة بعد أن لاحظت انتشار العديد من الأمراض المختلفة في مناطق متعددة من العالم بسبب عدم التخلص من المخلفات الطبية بطريقة صحيحة، مما أدى إلى الإضرار ببعض الناس عن طريق الخطأ. فأقترح عليكم عمل حملات توعية للعاملين في المهن الطبية بكيفية التخلص من المخلفات الطبية بطريقة آمنة لكي نحد من انتشار الأمراض. ودي كانت الرسالة. في الآخر خالص أنا هكتب في الرسالة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير، وفي الآخر خالص أنا حمضي اسمي اللي هو المرسل من سارة الفول. زي ما قرأنا مع بعض يا أولاد الرسالة دلوقتي، يلا نستخرج مع بعض عناصر رسالة الاقتراح. أول حاجة قابلتنا في رسالة الاقتراح كانت التاريخ. تقدري تقولي لي إيه التاريخ اللي كان مدون على الرسالة بتاعتنا؟ كان التاريخ 1 من ديسمبر عام 2020. برافو عليك، كان 1 من ديسمبر عام 2020 ميلادية. طيب أول حاجة بعد التاريخ كان اسم المرسل إلي أو اسم الشخص اللي أنا أرسلت إليه الرسالة بتاعتي. أرسلنا الرسالة لمين؟ السيد مدير منظمة الصحة العالمية. أحسنتي. بعد ما كتبنا التاريخ وكتبنا اسم المرسل إليه السيد مدير منظمة الصحة العالمية، كتبنا الجملة الافتتاحية اللي رحبنا بيها بالسيد مدير المنظمة. قلنا له إيه؟ تحية طيبة وبعد. يبقى جملة تحية طيبة وبعد يا أولاد هي الجملة الافتتاحية. طيب بعد كده بدأنا نعرض المشكلة. قولي لي كده إيه المشكلة اللي كانت مدونة أو كنا كاتبينها في رسالة الاقتراح بتاعتنا؟ المشكلة كانت انتشار الأمراض. أحسنتي. طيب بعد كده قدمنا اقتراحنا لحل هذه المشكلة، إيه الاقتراح؟ الاقتراح هو عمل حملات توعية. طيب سجلنا برضو أو كتبنا في رسالة بتاعتنا أثر تنفيذ هذا الاقتراح. أكيد الحد من انتشار الأمراض. برافو عليكي. طيب بعد ما كتبنا الاقتراح وأثر تنفيذ الاقتراح، ختمنا الرسالة بتاعتنا بإيه؟ بالجملة الختامية. الجملة الختامية اللي أنا أنهيت بها رسالتي وهي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. لاحظ معايا كده يا سنة تالتة أن أنا الرسالة بتاعتي كنت بكتبها بصيغة الجمع. ليه؟ ده من باب التقدير والاحترام للشخص اللي أنا برسل إليه الرسالة. في الآخر خالص كتبت اسم المرسل اللي أرسل هذه الرسالة. اسم المرسل كان إيه؟ الاسم المرسل اللي أنا اللي كتبت الرسالة
هو كان سارة الفل. أحسنتي، برافو عليكي، ممتازة. رتب لتكون جمل مفيدة. أنا عندي هنا مجموعة كلمات، الكلمات دي عايزين نرتبها عشان نعمل منها جملة مفيدة. أول كلمة هي هنا، بعدها فراشة، بعدها رأت، بعدها جذابة، بعدها جميلة، بعدها ألوانها. طب أنا هرتبها وبعدين هقول الجملة التانية. ترتيب الجملة الأولانية هي رأت، هنا، فراشة، جميلة، ألوانها، جذابة. رأت، هنا، فراشة، جميلة، ألوانها، جذابة. الجملة التانية اللي أنا هكتبها أو هرتبها هي بتتكون من مجموعة كلمات أخرى، وهي الجد، هدية، قز، دودة، هنا، أعطى. هرتبها وهقول أعطى، الجد، هنا، دودة، قز، هدية. أعطى، الجد، هنا، دودة، قز، هدية. بعد كده أنا هاخد الجملة الثالثة برضو مكونة من مجموعة كلمات، وهي بالفراشات، الجد، لاهتمام هنا. بالفراشات، الجد، لاهتمام هنا. طب أنا هرتبها إزاي بقى؟ قال لي لاحظ، الجد، اهتمام هنا بالفراشات. لاحظ، الجد، اهتمام هنا بالفراشات. هنكمل مع بعض يا أولاد. رتب لتكون جمل مفيدة. الجملة التالية كلمتها بتقول أنا جدا جائع، قال يا أمي خالد. هاي هنرتب كده مع بعض. الجملة بتاعتي هتقول قال خالد يا أمي أنا جائع جدا. قال خالد يا أمي أنا جائع جدا. الجملة اللي بعدها يا أولاد كلمتها بتقول يأكل خالد الطعام، مائدة، جلس إلى. هنرتبها، هنقول جلس خالد إلى مائدة الطعام ليأكل. جلس خالد إلى مائدة الطعام ليأكل. الجملة التالية كلمتها رحلة، غدا سنسافر، قال في الأب بحرية، وعندي علامة الترقيم النقطتين الرأسيتين. هقول رتب الجملة بتاعتي، هقول قال الأب سنسافر غدا في رحلة بحرية. قال الأب سنسافر غدا في رحلة بحرية. رتب لتكون جمل مفيدة. بحبه عرف الشديد آدم الأشياء لتجميع الغريبة. بحبه عرف الشديد آدم الأشياء لتجميع الغريبة. طبعا هنرتبها مع بعض. عرف آدم بحبه الشديد لتجميع الأشياء الغريبة. عرف آدم بحبه الشديد لتجميع الأشياء الغريبة. بعد كده عندي تفكر، هند، أخذت، ستأخذها، الأشياء، في، معها، التي. الإجابة بتاعتي هتبقى أخذت هند تفكر في الأشياء التي ستأخذها معها. أخذت هند تفكر في الأشياء التي ستأخذها معها. بعد كده عندي مجموعة كلمات أخرى. قرر، يبني، أن، آدم، متكاملة، مدينة، مقتنياته، باستخدام. هنرتب. قرر آدم أن يبني مدينة متكاملة باستخدام مقتنياته. قرر آدم أن يبني مدينة متكاملة باستخدام مقتنياته. السؤال التالي يا أولاد بيقول لي أكمل مما بين القوسين. عندنا مجموعة من الكلمات بين القوسين، الجراثيم، السوائل، الأكبر، أربعة. تعالوا نقرأ مع بعض السؤال الأول. بيقول لي يحافظ الجلد على نقط داخل الجسم. هي أسمع إجابتك. يحافظ الجلد على السوائل داخل الجسم. أحسنتي، يحافظ الجلد على السوائل داخل الجسم. طيب يحمينا الجلد من نقط وأشعة الشمس الضارة. هي يحمينا من إيه؟ يحمينا الجلد من الجراثيم وأشعة الشمس الضارة. أحسنتي، برافو عليكي. طيب يزن الجلد حوالي نقط كيلو جرامات.
يزن الجلد حوالي 4 كيلو جرامات. يزن الجلد حوالي 4 كيلو جرامات. طيب الجلد هو العضو نقط في جسمنا. الجلد هو العضو الأكبر في جسمنا. أحسنت، برافو عليك. دلوقتي بقى جمعنا مع القراءة. قراءة عندي أول درس من قصة أنا قوي. أخي أنس معروف بحبه الشديد للرياضة، فهو يمارس الرياضة منذ الصغر ويشجع الجميع عليها. استخرج، أنا عندي القطعة على جنب كده من قصة أنا قوي اللي أنا لسه قريها واللي حراها تاني، اللي هي إيه؟ أخي أنس معروف بحبه الشديد للرياضة، فهو يمارس الرياضة منذ الصغر ويشجع الجميع عليه. هنستخرج دلوقتي من القطعة اللي قدامي. أولاً اسم أنس، اسماً اللي هو إيه؟ أنساً. طيب أنا دلوقتي عايزة فعلاً. فعلاً عندي كلمة يمارس. يمارس، طيب نوع الكلمة يمارس؟ يمارس هو فعل مضارع. فعل مضارع، برافو عليكي. طيب أنا عايزة أعرف دلوقتي آخد وطلع ألف ولام، يا ترى أنواع الألف واللام عندي نوعين، ألف ولام شمسية وألف ولام قمرية. الألف واللام اللي أنت هتطلعيها لي هي نوعها إيه؟ هتطلعي لي إيه؟ يا مس كلمة الرياضة. الرياضة، ألف ولام إيه بقى دي نوعها؟ نوعها ألف ولام شمسية. ألف ولام شمسية، طب أنا ممكن أعرف بقى إيه هي حروف الألف واللام الشمسية؟ التاء والساء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. برافو عليكي، أحسنتي. دلوقتي أنا كمان عايزة أطلع ضمير غائب. يا ميس ضمير الغائب الموجود عندي هو. هو، ضمير الغائب هو، وعلامة الترقيم الفصلة. الفصلة اللي موجودة برضو معايا في القطعة. كلمة بها ياء ملكية. كلمة بها ياء ملكية، يا ميس أول كلمة في القطعة كلمة أخي. أخي، كلمة بها هاء الضمير بحبه. بحبه، طيب أنا عايزة تنوين وعايزة أعرف إيه هي أنواع التنوين الأول. يا ميس أنواع التنوين، تنوين بالفتح وتنوين بالكسر وتنوين بالضم. طيب أنا عايزة أطلع دلوقتي كلمة بها تنوين، إيه هو التنوين اللي موجود؟ كلمة أنس. نوع التنوين بتاعي تنوين بالضم. طب والحرف المنون؟ حرف السين. برافو عليكي، أحسنتي. هنكمل مع بعض يا ولاد الاستخراجات بتاعتنا من القطعة التي أمامنا. عايزة يا ولاد دلوقتي مدًا بالواو. مد بالواو كلمة معروف. كلمة معروف، طب إيه الحرف الممدود في كلمة معروف؟ الحرف الممدود هو حرف الراء. أحسنتي، حرف الراء. طيب مدًا بالياء. مد بالياء كلمة الجميع. الجميع، أحسنتي. طب إيه الحرف الممدود في كلمة الجميع؟ حرف الممدود هو الميم. أحسنتي. طب مدًا بالألف. مد بالألف يا ميس كلمة الرياضة. الرياضة، أحسنتي. طب إيه الحرف الممدود بقى في كلمة الرياضة؟ الياء. الياء، طيب عايزة دلوقتي يا أولاد كلمة بها حرف مضعف. يا ميس الحرف المضعف هو الحرف المشدد، هو اللي أنا هدور فيه على الألف واللام الشمسية، يبقى كلمة الشديد. أحسنتي، كلمة الشديد، زي ما احنا ملاحظين مع بعض احنا ضعفنا نطق حرف الشين فوضعنا عليه الشدة والإيه والفتحة. طيب الحرف المضاعف ايه بقى انا لسه قايلاه دلوقتي؟ حرف الشين. احسنتي، برافو عليكي. طيب حركه التضعيف اللي مع حرف الشين؟ الفتح. الفتح، احسنتي، برافو عليكي. دلوقتي بقى هنستخرج كلمات هاء معنى يمارس. هاء معنى يمارس. معنى يمارس يعني يزاول أو يلعب. أو يلعب. عايزة مضاد قوي. مضاد كلمة قوي ضعيف. مفرد حقائق. مفرد كلمة حقائق حقيقة. جمع كلمة حائط. جمع كلمة حائط حوائط. برافو عليكي، أحسنتي. أجب، بما يعرف أنس؟ بما كان يعرف أنس؟ أنس كان يعرف بحبه الشديد للرياضة. طيب السؤال الثاني معايا، ما أهمية ممارسة الرياضة؟ ممارسة الرياضة تساعد في الحصول على جسم صحي. برافو عليكي، أحسنتي. دلوقتي يا أولاد جمعنا مع القراءية.
طيب اول تمرين من تمارين القرائيه بيقول لي ادمج، ها عندي كلمه مجزاه او مقطعه الى مقاطع، يلا احنا هنجمعها مع بعض ونشبكها في بعض ونكون منها كلمه. عندي ال ح اي طو، يلا هنكون منها كلمات الحائط. احسنتي، برافو عليكي. طيب بصي كده الكلمه اللي بعدها بتقول لي ايه، اط طل لا بو. انا هنا يا ميس لقيت الطاء موجوده مرتين، يبقى دي اكيد كان عليها شده، حرف الطاء موجود عليه شده عشان انا هنا قطعته اتنين، حرف ساكن وحرف متحرك. حرف الساكن هو حرف الطاء وهي كلمه الطلاب. احسنتي. التمرين التالي بيقول لي حلل الى مقاطع صوتيه. اول كلمه عندي كلمه صح، هيون، يلا نحللها مع بعض. انا نطقت هنا يا ميس حرف الحاء مرتين، حرف الاولاني عليه سكون والحرف الثاني تحتيه كسره، فعشان كده الحرف الساكن هياخد اللي قبله، يبقى الصاد والحاء مع بعض، وبعدين ح ويه مع بعض، واليه كمان يا ميس عليها شده، يبقى الحاء واليه مع بعض واليه لوحده، يبقى صاد وح وح ويه ويه بطه لوحده. احسنت، يعني الكلمه بتاعتي بقت عباره عن صح حي ين، ثلاث مقاطع يمس. احسنت، يبقى عدد المقاطع لكلمتنا هي ثلاث مقاطع او ثلاث مقاطع. هنكمل يا اولاد يلا مع بعض. هي حلل الى مقاطع صوتيه كلمه الرياضه، يلا نحلل. الف ولام شمسيه يمس، الرياضه هقطعها اتنين، ر عليها سكون والراء الثانيه تحتها كسره، يبقى الالف واللام والراء الحرف الساكن ياخد اللي قبله، الالف واللام والراء مع بعض، وبعدين الراء المكسوره لوحدها. عندي مد بعد كده بياخد الحرف الممدود، فانا عندي مد بالالف هياخد الحرف الممدود اللي هو الياء، يبقى الياء مع الالف. بعد كده انا عندي حرف الضاد لوحده، وبعدين حرف الت المربوطه لوحده، هتبقى ال ر ري ي ض، خمس مقاطع بس. احسنتي، يبقى كلمه الرياضه حللناها الى خمس مقاطع صوتيه. طب يلا نكمل يا اولاد مع بعض. التمرين التالي بيقول لي اكمل شكل فين. طبعا يا اولاد احنا عارفين شكل فين بيكون عباره عن دائرتين متقاطعتين، الجزء الاول من الدائره بيعبر لي عن كلمه النادي، يعني مطلوب مني اجيب كلمات مرتبطه بكلمه النادي، والجزء الاخير بتاعنا يا اولاد في الشكل بتاعنا هجيب فيه كلمات مرتبطه بكلمه مدرسه. اما الجزء المشترك بين الدائرتين يا اولاد هجيب فيه كلمات مشتركه بين النادي والمدرسه. يلا نحل مع بعض ونجيب كلمات مرتبطه بكلمه نادي. النادي بشوف فيه ايه؟ نادي يعني لاعب. برافو عليك، اللاعب يوجد في النادي. هاي وبيكون فيه ايه كمان؟ حكم. حكم، احسنتي. طيب كلمة مدرسة، ها المدرسة بيكون فيها طالب. طالب، برافو عليكي. ها وبيكون معاه ايه كمان؟ تلميذ او معلم. تلميذ، برافو عليكي، احسنتي. وايه؟ ومعلم. طب ايه المشترك ما بين النادي والمدرسة؟ ايه الحاجات اللي بتكون موجودة في النادي وموجودة برضو في المدرسة؟ المدير يا ميس. كل مؤسسة بيكون ليها قائد، بيكون ليها مدير. النادي ليه مدير والمدرسة كمان ليها مدير. طب ايه كمان؟ هما الاتنين مكان. النادي عبارة عن مكان والمدرسة كمان هي ايه؟ مكان. عندي قصة قراءة تاني من قصة غابات البامبو. غابات البامبو شكر أدهم العالم، ولكنه قرر عند عودته أن يقوم بحملة توعية على الإنترنت تدعو إلى الحفاظ على النظام البيئي. شكر أدهم العالم ولكنه قرر عند عودته أن يقوم بحملة توعية على الإنترنت تدعو إلى الحفاظ على النظام البيئي. دلوقتي هنبدأ بقى أسئلتنا. استخرج، استخرج من قصة غابات البامبو من السطرين اللي أنا قريتهم اسما. أول كلمة معايا يا ميس كلمة آدم. عايزة من القصة برضو فعل، فعلا ماضيا. فعلا ماضيا شكرة. طيب أنا عايزة أعرف إيه هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي ده بيعبر عن إيه؟ فعل حدث وانتهى. حدث وانتهى زي كلمة شكر.
فعلا مضارعا يقوم، اللي هو ما زال ايه؟ ما زال مستمر ويحدث. عايزه الف لينه. الف لينه عندنا يا ميس كلمه على. الالف اللينه فيها ياء، تكتب ياء وتنطق ألف. هي كلمة أعلى، صح، برافو عليكي. عايزة كلمة بها هاء ضمير. هاء الضمير في كلمة لكنه. إيه الفرق بين هاء الضمير والتاء المربوطة؟ الهاء الضمير هي حرف يضاف إلى الكلمة يعبر عن شخص معين، إنما التاء المربوطة هي حرف أساسي يوجد في آخر الكلمة. بيبقى عليه نقطتين. بيكون عليه نقطتين. كلمة بها حرف ساكن. حرف ساكن كلمة عودته. عودته، الحرف الساكن هنا هو حرف؟ حرف الواو. حرف الواو. كلمة بها حرف جر، يعني عايزة كلمة لازق فيها حرف الجر. إيه هي حروف الجر؟ حروف الجر من على، في، عن، إلى، والكاف واللام والباء. والكاف واللام والباء هي الحروف التي تتصل بالكلمة. الكلمة الموجودة عندنا كلمة حملة يتصل بها حرف الجر الباء، فيبقى عندنا كلمة بها حرف الجر كلمة بحملة. برافو عليكي، أحسنتي. هستخرج بقى كلمة بها تنوين. كلمة بها تنوين كلمة توعية. فين حرف التنوين؟ حرف التنوين هو الحرف المنون التاء المربوطة، وهو تنوين بالكسر. تنوين بالكسر، أحسنتي. نكمل مع بعض يا أولاد الاستخراجات مع بعض. بيقول لي كلمة بها حرف مضاعف. ها، إيه الكلمة التي بها حرف مضاعف؟ الحرف المضاعف يا ميس اللي هو قلنا عليه قبل كده كلمة لكنه، نطقت الحرف مرتين. أحسنتي، زي ما قلنا الحرف المضاعف حرف ينطق مرتين ويكتب مرة واحدة ونضع عليه حركة التضعيف الشدة. طيب إيه الحرف المضاعف في كلمة لكنه؟ حرف النون. حرف النون، طيب حركة التضعيف؟ الفتح. الفتح، أحسنتي، برافو عليكي. طيب كلمة بها تاء مربوطة. كلمة بها تاء مربوطة هتبقى كلمة حمله. حملته، طيب ظرف. ظرف، أنا عندي نوعين من الظرف يا ميس، ظرف زمان وظرف مكان. أحسنتي. الظرف اللي موجود عندي هنا في القطعة كلمة عند. طيب قولي لي كده، هي نوعها هنا هتبقى ظرف زمان ولا ظرف مكان؟ عند، هتبقى ظرف مكان. أحسنتي. طيب حرف عطف. حرف عطف، حروف العطف و ثم ف أو، والحرف اللي موجود عندي هنا هو حرف الواو. أحسنتي. طيب علامة ترقيم. علامات الترقيم اللي موجودة عندي هنا الفصلة. الفصلة، برافو عليكي. طيب مد. أنواع المد يا ميس، عندي مد بالألف ومد بالياء ومد بالواو. الموجودة عندي هنا كلمة العالم. العالم، مد طيب بالألف ونوعه مد بالألف. كلمة العالم نوعه مد بالإيه؟ مد بالألف. طب الحرف الممدود في كلمة العالم؟ حرف العين. حرف العين، أحسنتي. طيب كلمة تدل على المذكر؟ كلمة بتدل على المذكر اللي هي كلمة أدهم. أدهم، برافو عليكي. طيب كلمة تدل على المؤنث؟ المؤنث اللي هي البنت يا ميس، يبقى هتقول كلمة حملة. كلمة حملة آخرها إيه؟ تاء مربوطة. مربوطة. طيب تعالي نكمل كده مع بعض. هات من القطعة أو من معنى كلمة الترحال. معنى كلمة الترحال يعني السفر والتنقل. السفر، معنى الترحال والتنقل. صح كده. مضاد أواجه. مضاد أواجه أهرب. أهرب. مفرد المغامرات. المغامرة. المغامرة. جمع شاب. شباب. شباب، أحسنتي. أجب من القطعة اللي موجودة برضو عندي. ماذا يحب أدهم ولماذا؟ أنا عندي هنا كده السؤال مقسوم اتنين. ماذا يحب أدهم؟ يحب أدهم السفر والترحال. والإجابة بتاعت السؤال الثاني ولماذا؟ ليستكشف العالم ويكتسب المهارات ويواجه التحديات. أحسنتي. السؤال اللي بعده بيقول لي ما سبب التغيير الذي حدث لغابات الخيزران؟ سبب التغير الذي حدث لغابات الخيزران السلوك البشري الذي أدى إلى اختفاء معالم هذه المنطقة. أحسنتي. تعالوا مع بعض نستعرض بعض التمارين القرائية. السؤال الأول بيقول لي أكمل شبكة المفردات
غابات البامبو. يلا نفكر مع بعض ونجيب كلمات مرتبطة بغابات البامبو. هاي غابات البامبو، هاي من خلال درسنا هي عرفنا بيكون فيها ايه؟ الباندا. احسنتي، حيوان الباندا او دب الباندا. طيب بيكون في ايه كمان؟ اشجار. اشجار، برافو عليكي. ها وايه كمان؟ اخشاب، يعني نسبة ناخدها من الاشجار. احسنتي، الاخشاب التي ناخذها من ايه؟ اشجار الخيزران. ها ايه كمان؟ طيور. طيور، دي غابات يا اولاد، بيكون فيها ايه؟ طيور، وبيكون فيها كمان ايه؟ حيوانات. ها ايه كمان؟ حيوانات. احسنتي، ها وبيكون فيها ايه بقى؟ بينتشر فيها ايه؟ الصيد. الصيد، برافو عليكي. السؤال التالي بيقول لي اكمل خريطه الكلمه. خريطه الكلمه بنجيب كلمه يا اولاد وبطلب منك ان انت تحدد لي نوعها ومعناها ومضادها، ونضع هذه الجملة في أو نضع هذه الكلمة في جملة. ها الكلمة اللي معانا النهاردة يا ولاد كلمة الخلابة. ها يلا قولي كده، كلمة الخلابة نوعها ايه؟ نوع كلمة الخلابة اسم يا ميس، عشان فيها ألف ولام وفيها تاء مربوطة. وكمان يا ولاد هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن صفة. ها كمان كلمة الخلابة المعنى بتاعها ايه؟ المعنى او المرادف يا ميس لكلمة الخلابة هي الجميلة. احسنتي، برافو عليكي. طيب المضاد؟ المضاد او العكس لكلمة الخلابة القبيحة. القبيحة، طيب يلا نضع كلمة الخلابة في جملة. جملة الكلمة فيها الخلابة شاهدت المناظر الخلابة. احسنتي، برافو عليكي. اكمل مما بين القوسين. أنا عندي مجموعة من الكلمات موجودة بين القوسين، وبعدين أنا هجاوب عليها وأنزلها في كل سؤال من اللي بعدها. موجودة عندي كلمة الرئتين، عضلي، قبضة، الدم، الأكسجين. أول سؤال عندي موجود هو القلب هو عضو نقط في جسم الإنسان، يا ترى القلب هو عضو إيه؟ عضلي في جسم الإنسان. أحسنتي، القلب هو عضو عضلي في جسم الإنسان. اتنين، القلب في حجم نقط اليد. القلب في حجم قبضة اليد. أحسنتي، القلب في حجم قبضة اليد. تلاتة، يوجد القلب بين الرئتين. أحسنتي، يوجد القلب بين الرئتين. أربعة، وظيفة القلب هي أن يضخ يضخ الدم. يضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم ويحمل يحمل الأكسجين والعناصر الغذائية. هنقرا الجملة كلها على بعضها. وظيفة القلب هي أن يضخ الدم إلى جميع أعضاء الجسم ويحمل الأكسجين والعناصر الغذائية. تعالوا مع بعض دلوقتي هنتعرض للقراءة المتحررة من خلال النص المعلوماتي الشعاب المرجانية. تعالوا نقرأ مع بعض النص. بيقول لي اقرأ ثم أجب. الشعاب المرجانية معروفة بجمال ألوانها التي يأتي إليها الناس من مختلف بلدان العالم، كما لها أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى أنها مسكن لعدد ضخم من الكائنات البحرية. تعالوا من خلال النص المعلوماتي اللي قرأناه نستخرج الآتي. أول حاجة عايزاك تستخرجها لي اسماً. ها اسماً يا ميس موجود في القطعة اللي قدامي كلمة الشعاب. الشعاب، أحسنتي. طيب فعلاً؟ فعلاً كلمة يأتي. يأتي، طيب الفعل يأتي نوعه؟ فعل مضارع. فعل مضارع، طيب كلمة بها ألف ولام. ألف ولام، هناخد كلمة المرجانية. كلمة المرجانية، طيب نوعها؟ نوعها ألف ولام قمرية. قمرية، طيب استخرج مدًا. مدًا كلمة الشعاب. الشعاب، طيب كلمة الشعاب بها مد نوعه؟ مد بالألف يا ميس. مدًا بالألف، طيب الحرف الممدود في كلمة الشعاب؟ حرف العين. حرف العين، طيب كلمة بها حرف مضاعف؟ كلمة بها حرف مضاعف أيضًا كلمة الشعاب. الشعاب، أحسنتي. طيب الحرف المضاعف؟ الحرف المضاعف هنا يا ميس هيبقى حرف الشين. حرف الشين، طيب كلمة بها حرف ساكن؟ كلمة بها حرف ساكن كلمة مسكن. كلمة مسكن، طيب الحرف الساكن اللي وقفنا عليه في قراءة الكلمة؟ حرف السين. حرف السين، طيب تنوين؟ تنوين كلمة عدد. عدد، طيب كلمة عدد تنوين نوعه؟
تنوين بالكسر. تنوين بالكسر بالحرف المنون. حرف الدال. حرف الدال، أحسنتي، برافو عليكي. طيب تعالي نكمل. استخرج برضو يا ولاد معايا، ها مضاد جمال. قبح. قبح، برافو عليكي. طيب مفرد بلدان. بلد. بلد، أحسنتي. أكمل. الشعاب المرجانية معروفة بإيه؟ الشعاب المرجانية معروفة بجمال ألوانها. الشعاب المرجانية معروفة بجمال ألوانها. طيب الشعاب المرجانية لها أهمية كبيرة في؟ الشعاب المرجانية لها أهمية كبيرة في الحفاظ على البيئة. أحسنتي، برافو عليكي. دلوقتي بقى عندي نص معلوماتي، جسمي وعناصر الغذاء. طبعا أنا جسمي محتاج لعناصر غذائية كتير جدا زي ما أنت شايف قدامك في الهرم. ضع الكلمات الآتية في مكانها الصحيح في الفقرة ثم أجب. الهرم الغذائي اللي موجود قدامك بيوضح في كلمات عايزين نحطها في مكانها. أول حاجة الهرم الغذائي، أنت شايف قدامك الهرم الغذائي متكون من إيه؟ من مجموعة من العناصر الغذائية اللي احنا بناكلها. الهرم الغذائي هو نقط، أنا مكون عندي كلمات يحتاج، جيدة، خمس، دليل، بكميات. الهرم الغذائي هو، هنختار من فوق كلمة دليل. الهرم الغذائي هو دليل، بيوضح أنواع الأطعمة المختلفة التي نقط، التي يحتاج إليها الإنسان، التي يحتاج إليها الإنسان بشكل إيه؟ بشكل يومي. يقسم الهرم الغذائي إلى خمس مجموعات. خمس مجموعات يحتاج الإنسان إليها بكميات بعينها، بكميات بعينها لبناء جسم يتمتع بصحة، بصحة جيدة. أحسنتي، بصحة جيدة. من نفس الفقرة اللي احنا لسه حلينها يا ولاد هنستخرج اسما. الهرم. الهرم فعلا يوضح. يوضح نوع الفعل. فعل مضارع. أحسنتي. عايزة ضمير. هو. هو ده ضمير ايه؟ ضمير غائب. ضمير غائب. حرف جر. حرف الجر إلى. إلى، حرف جر إلى. كلمة بها مد بالألف. كلمة أنواع. أنواع، مد بالألف والحرف الممدود. حرف الممدود الواو. الواو، أحسنتي. عايزة اسما موصولا. التي. التي. عايزة كلمة بها ألف ولام قمرية. كلمة الغذائي. الغذائي، أحسنتي. كلمة بها تاء مربوطة. كلمة الأطعمة. الأطعمة، أحسنتي. استخرج من النص معنى مرشد. ها استخرج كده من النص اللي قرأناه مع بعض معنى كلمة مرشد. معنى مرشد يعني دليل. دليل، أحسنتي. طيب يبين، معنى يبين. يبين معناها يوضح. كلمة يوضح معناها يبين. طيب مضاد مرض. مضاد كلمة مرض، صحة. صحة. طيب مفرد كلمة أجسام. مفرد كلمة أجسام جسم. جسم. جمع نوع. أنواع. أنواع، جمع كمية. كمية، كميات. كميات. طيب أجب على السؤال التالي. السؤال بيقول لي لماذا يحتاج الإنسان إلى كميات بعينها من الطعام؟ يحتاج الإنسان إلى كميات بعينها من الطعام لبناء جسم يتمتع بصحة جيدة. أحسنت، برافو عليك. أكمل مما بين القوسين، المرئية، الجراثيم، غير المرئية. تعالوا نقرأ مع بعض أول جملة. العين والأذن والأنف والجلد من الأعضاء نقط في الجسم. العين والأذن والأنف والجلد من الأعضاء المرئية في الجسم. أحسنتي. الجملة التالية، يحمينا الجلد من نقط الضارة. يحمينا الجلد من الجراثيم الضارة. أحسنتي، برافو عليكي. يحمينا الجلد من الجراثيم الضارة. طيب العظام والعضلات والقلب من الأعضاء نقط في الجسم. العظام والعضلات والقلب من الأعضاء غير المرئية في الجسم. أحسنتي، برافو عليكي. بعد كده يا أولاد عندنا المحفوظات. أنا عندي يا أولاد المحفوظات الموجودة عندي طبعا زي ما أنت شايف فيها نقط، يعني عايزة أكملها، ودي من المحفوظات اللي احنا درسناها طول العام. هنا عندي بيقول لي يا صاح نقط لا تعجل، إني نقط
فلا ترحل، صحتنا سر نقط، بنظافتنا تصبح نقط. هنكمل مع بعض النشيد وهنقول: يا صاحي تمهل لا تعجل، إني موصيك فلا ترحل، صحتنا سر سعادتنا، بنظافتنا تصبح أفضل. أحسنتي. هنجيب دلوقتي معنى كلمة تعجل. معنى تعجل تتسرع. تتسرع. مضاد صحتنا. مضاد صحتنا مرضنا. أحسنتي. مضاد صحتنا مرضنا. مفرد أثوابك. ثوبك. ثوبك. يعني إيه أثوابك؟ ملابسك. ملابسك. جمع سر. جمع سر أسرار. أسرار. أحسنتي. دلوقتي أجب وبرضو أجب من النشيد: ما هو سر سعادتنا؟ سر سعادتنا صحتنا. أحسنتي. كيف نحافظ على صحتنا؟ بالحفاظ على سلامة أجسامنا. أحسنتي. دلوقتي بقى عندي نوع جديد من الأسئلة، وهو عائلة الكلمة. عائلة الكلمة لكلمة تحيا. كلمة تحيا عائلتها كلمات مثل حياة، أحيا، يحيا. أحسنتي. عائلة كلمة. أكمل خريطة الكلمة. يلا نكمل مع بعض خريطة الكلمة لكلمة طاهرة. ها كلمة طاهرة، ها النوع بتاعها إيه؟ نوع كلمة طاهرة اسم. اسم. طيب معنى طاهرة؟ المعنى أو المرادف لكلمة طاهرة نظيفة. طيب المضاد؟ مضاد أو عكس كلمة طاهرة ملوثة. الجملة؟ ندخلها في جملة هتبقى كلمة أصلي بملابس طاهرة. أحسنت، برافو عليك. يبقى الجملة بتاعتنا أصلي بملابس طاهرة. طيب المحفوظات هنكمل مع بعض. النشيد التالي هو نشيد أرضي موطني. برضو هنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت، إن احنا هنكمل الكلمة: في الأرض نقط الإنسان تحلو بجمال نقط، نقط الأرض وأحفظها لن أقطف نقط البستان. هنكمل مع بعض النشيد وهنقول: في الأرض حياة الإنسان تحلو بجمال الأوطان، سأصون الأرض وأحفظها لن أقطف زهر البستان. أحسنتي. عايزة دلوقتي أطلع معنى موطني. معنى موطني بلدي. بلدي. أحسنتي. مضاد تحلو. مضاد تحلو تقبح. تقبح. أحسنتي. جمع بستان. جمع بستان بساتين. أحسنتي. أجب السؤال الأول يا أولاد، بيقول لي: بما وصف الشاعر الأرض؟ وصف الشاعر الأرض بأن فيها حياة الإنسان. أحسنتي، وصف الشاعر الأرض بأن فيها حياة الإنسان. طيب بما تحلو حياة الإنسان؟ تحلو حياة الإنسان بجمال الأوطان. تحلو حياة الإنسان بجمال الأوطان. أكمل شبكة المفردات كلمة الأوطان. يلا نفكر مع بعض في كلمات مرتبطة بكلمة الأوطان. ها الأوطان بيكون فيها إيه؟ جيش. جيش، برافو عليك. وإيه كمان؟ مصر. مصر، إحنا وطننا بلدنا مصر. ها إيه كمان؟ علم. علم، كل وطن يا ولاد بيكون ليه علم بيعبر عنه. ها إيه كمان؟ شعوب. الأوطان بيعيش فيها الشعوب. أحسنت، برافو عليكي. أكمل خريطة الكلمة. عندنا كلمة يتلألأ. يلا نفكر مع بعض. هي النوع الكلمة يتلألأ نوعها فعل. فعل. طيب المعنى معنى يتلألأ؟ يلمع. يلمع. طب المضاد؟ هي مضاد يتلألأ. يبهت. يبهت. طب الجملة يا ولاد؟ هي يلا نضع كلمة يتلألأ في جملة. يتلألأ النجم في السماء. أحسنت، يتلألأ النجم في السماء. أكمل مما بين القوسين. طبعا انا عندي ثلاث كلمات بين القوسين وعايزه احلهم في واحد واثنين وثلاثه. اول حاجه عندي كلمه موت، جفاف، قله. موت، جفاف، قله. واحد، تسبب قله هطول الامطار في حدوث جفاف. جفاف، قله هطول الامطار او نزول المطر بيسبب ايه؟ بيسبب جفاف. يمكن أن يتسبب الجفاف في نقط النباتات، في موت النباتات. يتسبب الجفاف في موت الايه؟ النباتات، مش النباتات بس برضو، وممكن يموت الحيوان وايه؟ والإنسان. طيب ثلاثة، يتسبب الجفاف في نقط الطعام، في قلة الطعام. في قلة الطعام التي يحصل عليها البشر والحيوانات. أحسنتي.
أكمل بما هو مطلوب. اللي مطلوب دلوقتي بقى بيقول لي بين القوسين أخذت قلم نقط أخي. أنا عايزة هنا مطلوب مني إن أنا أضع حرف جر. إيه حرف الجر المناسب هنا؟ مس أضع حرف الجر من. أخذت قلما من أخي. أحسنتي. طيب أنا عايزة السؤال الثاني بيقول لي القلم، نون بأنواع التنوين المختلفة. عايزة أنون كلمة القلم بأنواع التنوين المختلفة. إيه هي أنواع التنوين؟ تنوين بالفتح وتنوين بالكسر وتنوين بالضم. طيب هل التنوين بيحب الألف واللام؟ لا يا ميس، ما ينفعش إن أنا أنون كلمة بأنواع التنوين وهي إيه بتبدأ بألف ولام. برافو عليك. لازم أحذف الألف واللام. أحسنتي. يبقى إحنا هنون كلمة القلم وهتبقى بأنواع التنوين بالفتحة هتبقى قلما، بالكسر هتبقى قلم، بالضم هتبقى قلم. أحسنتي. السؤال الثالث بيقول لي كرمت المديرة المتسابقات. حول الكلمة التي تحتها خط من الجمع إلى المفرد. مثل الكلمة اللي تحتها خط كلمة المتسابقات ومفرد المتسابقات المتسابقة. أحسنتي. تكون الجملة كرمت المديرة المتسابقة. أحسنتي. أكمل بما هو مطلوب. السؤال الرابع معايا بيقول لي يا كريم مارس الرياضة. هنا طالب مني حدد نوع الأسلوب. يا ترى يا كريم مارس الرياضة ده أسلوب إيه؟ يا ميس الجملة بتاعتي أو الأسلوب بتاعي بدأ بأداة النداء يا وبعدها المنادى كريم، فالجملة بتاعتي أو الأسلوب بتاعي هو عبارة عن أسلوب نداء. أحسنتي. يزرع الفلاح الأرض نقط يحصد المحصول. أنا عايزة هنا مطلوب مني حرف عطف. إيه هي حروف العطف؟ واو ثم أو فاء. طيب الحرف العطف المناسب في الجملة هنا؟ يا ميس حضى حرف العطف ثم، لأن في فترة زمنية طويلة بين زراعة الأرض وإيه وحصاد المحصول. أحسنتي. يبقى يزرع الفلاح الأرض أولا ثم يحصد المحصول. السؤال السادس بيقول لي نقط الحيوانات بلطف. ضع فعل أمر. ميس فعل الأمر المناسب عامل الحيوانات بلطف. أحسنتي. عامل الحيوانات بلطف. نقط نذهب إلى المدرسة. عايزة ضمير متكلم. إيه هي ضمائر المتكلم؟ ضمائر المتكلم أنا، وده ضمير متكلم للمفرد مذكر ومؤنث، ونحن ضمير متكلم جمع للمذكر والمؤنث. أحسنتي. يبقى الجملة بتاعتي هنا مطلوب مني نقط نذهب إلى المدرسة هنقول إيه؟ نحن نذهب إلى المدرسة. أحسنتي. نكمل مع بعض يا أولاد. السؤال التالي بيقول عاد نقط من العمل. ضع كلمة بها لام قمرية. ها عاد، ها عايزة عاد الأب من العمل. أحسنتي. كلمة الأب هي اسم وإيه وقبله الألف واللام كلمة أب، وإيه ودخلنا عليها أو حطينا لها ألف ولام بقت الأب. الأب كلمة بها ألف ولام قمرية. عاد الأب من العمل. طيب الجملة التالية لا تسرف. لا تسرف في استخدام المياه. حدد نوع الأسلوب. هاي الأسلوب ده أسلوب؟ الأسلوب اللي موجود عندي يا ميس أسلوب نهي، لأنه بينهاني عن الإسراف في استخدام المياه. أحسنت. برافو عليكي. وكمان أسلوب النهي اللي معانا بدأ بأداة النهي لا، لا وجي بعدها فعل مضارع. أحسنت. السؤال التالي بيقول لي الطعام تطهو الأم. كون جملة اسمية مرة وفعلية مرة. الجملة الاسمية يا ميس لازم تبدأ باسم، والجملة الفعلية لازم تبدأ بفعل. إذا الجملة الاسمية في الأول هي كلمة الأم تطهو الطعام، ودي جملة اسمية عشان بدأت بالأم. أحسنتي. يبقى الجملة الأولى بالنسبة لنا هي الجملة الاسمية الأم تطهو الطعام. طيب يلا نكون مع بعض الجملة الفعلية. الجملة الفعلية لابد أن تبدأ بفعل، والفعل اللي موجود عندي هنا كلمة تطهو، يبقى أنا هبدأ وأقول تطهو الأم الطعام. أحسنتي. برافو عليكي. الجملة الفعلية بدأت بالفعل تطهو، والجملة تطهو الأم الطعام. طيب يلا نكمل يا أولاد مع بعض. السؤال التالي يا أولاد بيقول لي أغسل يدي بعد اللعب نقط نفسي من الأمراض. بيقول لي أكمل مستخدما لام التعليل. لام التعليل يا ميس لازم يجي قبليها فصلة منقوطة، يعني فصلة وتحتها نقطة، وبعدها فعل. الفعل ده لازم يبقى فعل مضارع. أغسل يدي بعد اللعب.
وقف عشان في فاصله لاحمي نفسي من الامراض. احسنتي، برافو عليكي. طيب يبقى الجمله بتاعتنا اغسل يدي بعد اللعب لاحمي نفسي من الامراض. طيب السؤال التالي، ياكل الولد التفاحه، حدد نوع الجمله. الجمله بتاعتنا بدات بايه؟ بفعل. بفعل، يبقى الجمله نوعها جمله فعليه. جمله فعليه، احسنتي. السؤال التالي بيقول لي نقط تعيش سمكه التونه، وعندي علامه استفهام. بيقول لي ضع اداه استفهام. اداه الاستفهام المناسبه للسؤال ده يا ميس هي اين، لانه بيسال عن المكان اين تعيش سمكه التونه. السؤال التالي بيقول لي بماذا يعرف انس، بيقول لي ضع علامه ترقيم. علامه الترقيم المناسبه هنا يا ميس هي علامه الاستفهام، لانه بدا السؤال هنا بماذا، وماذا دي عباره عن اداه استفهام. احسنتي، برافو عليكي. هنكمل مع بعض، اكمل بما هو مطلوب. 15 سؤال كده عندي. السؤال 15 بيقول لي الاجابه، ده جايب لي اجابه، يا ترى طالب ايه؟ ضع سؤال، ضع سؤال. هو جايب الاجابه تشرق الشمس صباحا، تشرق الشمس صباحا. يبقى انا السؤال اللي انا عايزاه هنا سؤال ايه؟ متى تشرق الشمس. هنا بيسال على ايه؟ على الوقت اللي بتشرق فيه ايه؟ الشمس. وبتشرق الشمس امتى؟ صباحا. يبقى تشرق الشمس صباحا، السؤال بتاعها متى تشرق الشمس. السؤال اللي بعده بيقول لي صناعة، صانع، مصنع. هات جذر الكلمة أو أصل الكلمة. أصل الكلمة بجيبه ازاي يا ولاد؟ يا ميس بفكر في الحروف المشتركة بين الكلمات الموجودة عندي، صناعة وصانع ومصنع، وبكون منها الفعل الماضي الثلاثي، فهلاقي ان الحروف المشتركة الصاد والنون والعين، هكون منها فعل ماضي ثلاثي تبقى صانع. احسنتي. طول البرج، هتعجب من طول البرج. يا ميس هتعجب من، يعني هستخدم اسلوب التعجب. اسلوب التعجب بيبدا باداه التعجب ما، وهجيب الفعل التعجب هتبقى ما اطول البرج، وفي اخر التعجب علامه التعجب. احسنتي. اذا اسلوب التعجب بيتكون من ما زائد الفعل، والفعل ده بيبقى على وزن افعل، وبعدين في الاخر علامه الايه؟ التعجب. يبقى انا هقول ما اطول البرج، وما انساش علامه التعجب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي شرب أحمد اللبن، حول من المذكر إلى المؤنث. يلا نحول. الفعل شرب هحوله للمؤنث، هتبقى شربت، وعندي الاسم أحمد هحوله إلى اسم مؤنث. هكتب مثلا كلمة منى أو اسم منى، وبعدين هكمل باقي الجملة اللبن، هتبقى جملتنا شربت منى أو شربت منى اللبن. شربت منى اللبن ده المؤنث، وشرب أحمد اللبن ده المذكر. أحسن. هنكمل مع بعض يا أولاد، أكمل بما هو مطلوب. ترسم ليلى لوحة، بيقول لي حول إلى الماضي. أنا عندي الجملة بتاعتنا جايبها لي في زمن المضارع، أنا عايزة أحولها بدل الفعل المضارع أنا أحوله لفعل ماضي. يلا. فعل ماضي يا ميس يعني خلاص خلص، يعني هقول بدل ما أقول ترسم يبقى رسمت ليلى لوحة. أحسنتي، رسمت ليلى لوحة. السؤال التالي، السيارة نقط الشجرة، بيقول لي ضع ظرف مكان مناسب. ايه ظرف المكان اللي موجود معانا؟ ظرف المكان هو ان السيارة امام الشجرة. احسنتي، برافو عليكي. واحنا عارفين كمان يا ولاد ان ظرف المكان هو كلمة تدل على ايه؟ على مكان الايه؟ الجملة بتاعتنا. السيارة مكانها فين؟ موجودة او مكانها امام الشجرة. طيب السؤال التالي بيقول لي استخدم من شفتي نقط غسل اليدين، ضع ظرف زمان. يلا نحط ظرف زمان. استخدم من شفتي بعد غسل اليدين. احسنتي، استخدم من شفتي بعد غسل اليدين. اكمل بما هو مطلوب. ها كلمة السلوك، بيقول لي حلل إلى مقاطع صوتية. السلوك ده ألف ولام شمسية يا ميس، وفيها حرف مضاعف، يبقى الألف واللام والسين مع بعض، والسين الأولانية ده حرف ساكن، ألف ولام وسين مع بعض، وبعدين السين الثانية لوحدها
وبعدين اللام والواو مع بعض، وبعدين حرف الكاف لوحدها. اذا لما هاجي احللها تبقى السلوكو، اربع مقاطع بس يا مس. احسنتي. الجمله التاليه بيقول لي ذهبت الفلاحه الى الحقل. ها بيقول لي حول الكلمه التي تحتها خط من المفرد الى الجمع. الكلمه اللي تحتها خط معانا يا اولاد كلمه الفلاحه، لما هاجي احولها للجمع هيبقى جمع مؤنث يا ميس، يبقى انا هقول ذهبت الفلاحات، احط لها الف وتاء، الى الحقل. ذهبت الفلاحات الى الحقل. اذا انا لما باجي احول من الفعل الاسم من مفرد الى جمع بشوفه جمع مؤنث ولا جمع مذكر. الجمع المؤنث بحط له الف وتاء، وجمع المذكر بحط له واو ونون. وهنا جمع مؤنث، اذا انا هقول له ذهبت الفلاحات الى الحقل. السؤال التالي يا اولاد بيقول لي الكتابه على الجدران. بيقول لي انهي الجمله. انهي الجمله يعني هحول للنهي يا ميس الكتابه على الجدران. لا تكتب على الجدران. لا تكتب على الجدران. أكمل بما هو مطلوب. الحفاظ على نظافة المكان. مر زميلك يعني استخدم أسلوب الأمر. عايزة أمر زميلي بأنه هو في الحفاظ على نظافة المكان. هقول له إيه؟ هقول له حافظ على نظافة المكان. أحسنتي. حافظ على نظافة المكان. أنا هنا استخدمت أسلوب الأمر. السؤال اللي بعده، لم يذهب عمر إلى المدرسة. حدد نوع الاسلوب. اسلوب ايه ده يا ميس؟ الجمله بتاعتنا والاسلوب بتاعنا بدا باداه النفي لا، يبقى الجمله بتاعتنا والاسلوب بتاعنا هو اسلوب نفي. اسلوب نفي لو بدا بلم او لن يبقى اسلوب ايه؟ نفي. طيب سعادتنا. اكمل عائله الكلمه. ميس سعادتنا ممكن نجيب من عائلتها كلمات مثل سعاده، سعيد، يسعد. احسنت. السؤال اللي بعده، أغسل يديك أولاً نقط تناول طعامك. عايزة حرف عطف؟ مش حرف العطف اللي موجود معانا أو المناسب معانا، حرف العطف ثم. أحسنتي. أغسل يديك أولاً ثم تناول طعامك. وبكده نكون انتهى الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.